في أشخاص بينعزلوا عن الناس لفترات طويلة وما بدهم يشوفوا حدا، ما بدهم يطلعوا مع حدا، فبالتالي هاي العزلة الاجتماعية اللي هي البعد عن الناس تماما لفترات طويلة، ممكن تمتد لأسابيع لأشهر، تعتبر إشي بدل على حالة نفسية معينة عند الشخص يجب أخذها بعين الاعتبار، وما بس يترك الشخص بهاي العزلة لفترات طويلة لأنه ممكن تؤدي ل خلينا نقول التعود عليها بشكل طويل. هلا العزلة الاجتماعية عادة لما ترافقها أعراض تانية أخرى مثل تقلب المزاج، مثل انخفاض المزاج، مثل الحزن المستمر، مثل نوبات البكاء، ممكن يصير مع الشخص له أفكار يتمنى الموت أو يحاول يأذي حاله بالسر من دون ما حدا يعرف في الغرفة.